بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم الرابع من شهر برمهات المبارك، انعقاد مجمع بجزيرة بني عمر على قوم يطلق عليهم الأربعة عشرية بخصوص القيامة المقدسة، استشهاد القديس هانوليوس الأمير. في مثل هذا اليوم انعقد مجمع في جزيرة بني عمر على قوم يطلق عليهم الأربعة عشرية، وترجع تسميتهم بهذا الاسم إلى أنهم كانوا يحتفلون بعيد القيامة مع اليهود في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبري في أي يوم اتفق من أيام الأسبوع، فحرمهم أسقف الجزيرة وأرسل إلى كل من سيربيو بطريرك أنطاكية وديمقراطوس بطريرك روما وديمتريوس بطريرك الإسكندرية وسيماخوس بطريرك أورشليم، وأعلمهم ببدعة هؤلاء القوم، فأرسل كل منهم رسالة أصدروا فيها أمرا بأن لا يقام العيد إلا يوم الأحد الذي يلي عيد اليهود، وأنهم سيحرمون من يتعدى على هذا ويخالفه. انعقد هذا المجمع بالجزيرة بحضور 18 أسقفة، وتليت على أصحاب هذه البدعة رسائل الآباء البطاركة، فرجع بعض منهم وبقي آخرون على ضلالهم، فحرموهم وقرروا إقامة عيد القيامة كأوامر الآباء الرسل القديسين القائلين: إن من يقيم عيد القيامة في غير يوم الأحد فقد شارك اليهود في أعيادهم وافترق عن المسيحيين. الرب يثبتنا على الإيمان المستقيم الذي سلمه لنا الآباء الرسل، بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس هانوليوس الأمير في أيام دقلديانوس. ولد هذا القديس في مدينة بنفيلية، وهي برجة بنفيلية بجنوب آسيا الصغرى تركيا، من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية حقيقية، فأحب الرب وجاهد في العبادة والتقوى، وكان أميرا على برجة. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس أنه مسيحي أرسل إلى باريناخوس الأمير يأمره بالقبض على القديس، ولما وقف أمام الأمير جاهر بالإيمان المسيحي، فأمر بصلبه على خشبة، وكان الرب يقويه ويعزيه، وأخيرا تنيح بسلام ونال إكليل الشهادة، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدية، آمين. دفنار، اليوم الرابع من شهر برمهات المبارك، شهادة الأمير هيبوليوس. أشرق كوكب من مدينة برجة الذي هو هيبوليوس الشهيد والقديس. هذا الرجل المغبوط كان أميرا، وكان يعبد المسيح ومحبا للناس، فسمع عنه المنافق دقلديانوس الملك أنه مسيحي، فأرسل إليه أميرا من قبله، فقبض عليه واستفحصه، قال له: هل أنت مسيحي تعبد إله الجليليين؟ فاعترف هذا الشهيد بإعلان هكذا قائلا: إني أؤمن بالمسيح أنه ابن الله وتأنس حتى خلصنا، ولكن آلهتك أنت وملكك الرديء هم شياطين وملعونون. فغضب الجبار عليه بالأكثر من أجل أقواله، أعني المجاهد، فأمر أن يصلب على خشبة، فصلى صلاة الشكر إذ جعله المسيح إلى هنا مستحقا أن يموت على اسمه القدوس، فسلم نفسه في يد المسيح ونال إكليل الشهادة،
بصلوات هذا الشهيد يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. بالحقيقة إني لمتعجب وعقلي متحير إذا ما تكلمت بكرامتك أيها القديس هيبوليوس، أيها الشجاع الغالب والأمير المكرم، شهيد المسيح المجاهد الحقيقي، لأن الإكليل المقدس الذي نلته ليس هو من هذا العالم مثل تيجان الملوك هؤلاء الذين يزولون بعد زمان، بل هذا هو من ربنا يسوع المسيح، منحه لك عوضا عن الآلام التي قبلتها عندما اعترفت أمام الملوك إني مؤمن برب يسوع ابن الله الحي. كل أجيال البشر إلى آخر الدهور لم يبرحوا يكرمونك ويفتخرون من أجلك، من جهة أنك قد صلبت على اسم المسيح وصعدت إلى العلاء بفرح إلى المظال الأبدية. داود النبي قتل جوليات الفلسطيني الغريب ونزع خزي وعار بني إسرائيل، وأنت قتلت الشيطان من أجل دمك الذي سفك، وصار لنا إكليل فخر نحن المسيحيين. ولما رأى الشيطان الشرير الرديء عظم صبرك ولا هاربا ومفتضحا، فطردته باجتهاد من قبل إيمانك ورجائك وعظم محبتك في الملك المسيح. فلأجل هذا تمليت بالحياة الباقية الدائمة مع مصاف الشهداء في كنيسة الأبكار. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.